طيب، عبر الهاتف ينضم إلينا من لندن كايد عمر المحلل السياسي. أستاذ كايد، أهلا بحضرتك. مساء الخير لكم جميعا ولجميع المشاهدين. هذه ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها أردوغان على مرتزقة سوريين ويتم توظيفهم بهذه الطريقة السابقة، ورصدت الكثير من وسائل الإعلام مرتزقة سوريين وفيديوهات لهم وهم ينتقلون أيضا إلى ليبيا وإلى أماكن أخرى. هذه المرة في أذربيجان، ما تعقيبك؟ يعني الصحيفة البريطانية التي يعني نشرت الموضوع، يعني لا نعلم تماما إذا كانت المصادر هي صحيحة أم لا، هل هي دقيقة أم لا، ولكن في حالة يعني صحة هذا الخبر، يعني كما ذكر التقرير يعني قد يكون هناك أشخاص مستعدين للذهاب إلى أذربيجان والمشاركة في الحرب الدائرة هناك من أجل المال، وطبعا قد يكون من نوع من الولاء لهؤلاء السوريين الموجودين في تركيا ورغبتهم في مساندة الجيش التركي أو مساندة الجيش الأذربيجاني. لا نعلم تماما ما هي الحقائق، ولكن طبعا يعني هناك مصالح دولية، يعني قد يكون الاقتصاد التركي مما يدفع تركيا إلى المشاركة في الحرب لتحسين وضعها الاقتصادي، من حيث أن اتفاقية مع أذربيجان قد تكون يعني ببيع أسلحة لأذربيجان، أو بتكون ممكن أذربيجان استعدت لدفع الأموال لتركيا للمشاركة في هذه الحرب. وطبعا كما ذكرت هناك يعني تحالف استراتيجي ما بين تركيا وأذربيجان، وهناك عداء قديم مع أرمينيا من قبل يعني تركيا وأرمينيا، هناك عداء قديم بينهم. طيب. وطبعا لذكر أن أراضي يعني ناغورنو كاراباخ هي أراضي يعني موجودة في دولة أذربيجان في داخل أذربيجان، وطبعا نعلم تماما بأن سكان الإقليم هم من الأرمن، ويعني أغلبيتهم من يعني أصول أرمينية، ولكن هم أيضا أعلنوا استقلالهم وانفصالهم عن أذربيجان، وهذه المشكلة يعني قديمة جديدة، لم يعترف أي من دول العالم في إقليم ناغورنو كاراباخ كدولة مستقلة مثلا. وطبعا إذا كانت ستكون دولة مستقلة يجب أن يكون ذلك برضاء يعني أذربيجان، وأذربيجان يجب أن تقبل هذه الدولة، إذا كون أن حدودها من الأربع جهات ستكون أذربيجان. إذا ما صح التقرير، وخصوصا وأنه الصحيفة بتقول إنها لديها شهادات ووثائق، وأيضا بالإضافة إلى هذا يا أستاذ كايد إنه هذا الأسلوب غير غريب على أردوغان، استخدمه قبل ذلك في الكثير من مناطق الصراع، ورأينا فيديوهات لمرتزقة سوريين يذهبون إلى أماكن يعني فيها حروب ويشاركون لدعم المصالح التركية. إذا افترضنا صحة هذه المسألة، لماذا بيتم الاعتماد عليهم أستاذ كايد في رأيك؟ يعني إذا كان الموضوع مسألة أمن بالنسبة لتركيا، أمن اقتصادي، توفير حصة مهمة جدا من الغاز مثلا مع أذربيجان، أو التعامل مع أذربيجان على أنها لها علاقات تاريخية وعرقية وكل هذه الأمور، لماذا بيتم الاعتماد على المرتزقة السوريين في رأيك؟ يعني أنا لا أعلم تماما لماذا يتم الاعتماد على مرتزقة من أي جنسية في العالم، وطبعا قد يكون هناك مسائل قانونية في الموضوع يعني تحلل ذلك أو تحرم ذلك، لا أعلم تماما يعني الحقائق والأمور بالتفصيل، ولكن يعني حضرتك لا تتفق على دول العالم. انا لا اعتقد ان تركيا لديها نقص في الجيش يعني. نعم، هي بالتاكيد تركيا لن يعني تتدخل من خلال جيشها وافراد او جنودها، ولكن هناك رؤيه بتقول انه بيتم استغلال لاجئين مثلا وحاجه السوريين الموجودين في تركيا. لا اعلم الى اي درجه بتتفق مع هذا الطرح. يعني أول سؤال وقد يعني يصعب التعليق على ذلك، هل هذول اللاجئون يعني قد حصلوا على الجنسية التركية أم لا؟ وإذا فعلا هم لاجئين لماذا يعني يتم استخدامهم؟ يعني تركيا تنفي كما ذكرتي أنت. نعم.
طيب، ما تعقيبك في مسألة أخرى لا علاقة بإرسال المرتزقة، ولكن في التعامل الدولي مع ما يحدث الآن بين أذربيجان وأرمينيا، وطبعا تركيا في طرف أساسي طبعا مع أذربيجان، بتشوف إزاي التعامل الدولي، وهل متوقع أخذ أي موقف تجاه أنقرة أو تجاه ما يحدث يعني بين الطرفين؟ يعني أول شيء التعامل الدولي يعني يتعامل بمنطق المصالح، يعني حتى إسرائيل تدخلت في الحرب في أذربيجان وأرمينيا. إسرائيل هي طبعا لديها اتفاقات عسكرية وتجارية مع أذربيجان، ولديها مصلحة بوجود قاعدة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع إيران يعني مثلا، وزودت أذربيجان بالأسلحة وطبعا مستعدة للمشاركة إلى جانب أذربيجان في هذه الحرب، كونها تستعد إلى حرب أخرى محتملة مع إيران، وتريد أن تستخدم الأراضي الأذربيجانية لقصف إيران من. طيب، وماذا عن باقي المنظمات الدولية أو الاتحاد يعني الأوروبي مثلا، يعني هل متوقع؟ يعني بالإمكان أن نتكلم عن الدور الروسي، طبعا روسيا لديها استراتيجية مع أرمينيا، وطبعا لا ننسى بأن أذربيجان كانت ضمن الاتحاد السوفيتي سابقا، و الأمر يعني معقد لأن روسيا لديها أنابيب للغاز والبترول تمر من خلال أرمينيا، وطبعا تريد أن تساعد أرمينيا، ولكن لديها أيضا علاقات وهي عملت مباحثات، موسكو استضافت مباحثات على أرضها طبعا، وهي من مصلحتها أن يعم الهدوء والسلام، كونها أنها لا تريد علاقات متوترة مع تركيا، كون أن السفن الروسية تمر من مضيق البسفور في البحر الأسود، ولا تريد أن تغلق تركيا هذا المضيق. واضح واضح. شكرا جزيلا أستاذ كايد عمر المحلل السياسي من لندن، كنت معنا عبر الهاتف.